العصر نزلت جبت التومين من نفس المكان هو بتاع التومين، وقبل العشاء ما تبدا نزلت صليت وطلعت ما شفتش يعني اي حاجه في اي حاجه. الحلاق قافل النهارده الاثنين، وبتاع التومين اخره بيبقى 7 6 بالكتير او بيقفل كل يوم. وطلعت يدوك قاعده انا واولادي، ولقينا صوت رهيب. قاعدين بيوتنا قديمه، المكان خدنا ونزلنا بينا تاني، فكلنا بنصرخ. صوت الدبه نفسها رهيب، والبيت قديم بقى ياخد قمنا كده من مكاننا ورجعنا تاني. بقينا نصرخ وطلعنا نجري احنا والجيران، لا عارف اطلع سطوح ولا عارف انزل الشارع. وايه يا اولاد ايه لك؟ الناس كلها طالعه من الشبابيك. نزلت تاني على الشارع اجري، نزلنا دخلنا الناس كلها بتجري على الممر، لقيت بيخرجوا ناس بيطلعوا ناس رهيب. حطوا واحد قدامي دم ايه وحاجه انا ما شفتوش معايا اساسا، ما شفتوش اللي الناس شايلينه وحطوه قدامي. هو ده الطرف الحد من اللي توفى؟ ما شفتش حد لحد دلوقتي. ساعتها وانا قاعده مش عارفه، مش شايفه منظر دلوقتي. وطلعوهم وطفل صغير متعور وست كبيره واتنين حطوهم قدامي وغطينهم والدم، منظر رهيب رهيب فظيع.